إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل المسلمون ملزمون به، ملزمون بالأخذ به أم لا؟ الجواب: إن كان قول ذاك الصحابي في حكم مرفوع بحيث لا يمكن أن يقال بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة ولصواب تارة أخرى، إذا كان في حكم مرفوع أخذ به وإلا ترك لقائله. هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من النظر إليها، هل هي بحيث لا يقال إلا بالتوقيف كما ذكرنا لكم آنفا عن ابن مسعود أنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، هذا بإيقاف لأنه لا يمكن أن يتصرف في أغراضه عليه السلام بمجرد الرأي والاجتهاد. أما أن يأتينا قول عن صحابي وممكن أن يكون هذا القول على البراءة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة، ويمكن أن لا يكون قد ورده النهي الناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد. الآثار التي جاءت موقوفة على أحد الصحابة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما مفرقا حسب الحوادث، انتهى حديث ابن عباس أو نقول انتهى قول ابن عباس. هذا قول لم يقل فيه ابن عباس قال رسول الله أو سمعت رسول الله، فهل هذا يؤخذ به أم لا؟ الجواب أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، ذلك لأنه يتحدث عن بعض الأمور الغيبية، ما يدري ابن عباس وهو لا يوحى إليه أن القرآن نزل كتلة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون السماء الثانية أو غيرها، ثم ما يدريه أنه نزل إلى مكان يسمى ببيت العزة ومن سماء الدنيا، هذه أمور غيبية لا طاقة للبشر أن يتحدثوا بها إلا رجما بالغيب كما يفعل المنجمون والكهان والعرافون، وحاشا لابن عباس وهو ترجمان القرآن أن يتخرص وأن يتكلم رجما بالغيب. لذلك يقول العلماء إن هذا الأثر موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي. فإذا عرفنا هذه القاعدة التي يجب إعمالها في الآثار الموقوفة، فبعضها تكون في حكم المرفوع وليس لنا خيار في ردها، وبعضها لنا الخيار في قبولها وفي ردها بشرط أن لا نخالف نصا مرفوعا. هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل جابر منفي بشرط أن لا نخالف، قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه السلام الصريح
لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. أما التوفيق بين هذا الحديث وأثر جابر ممنوع من ناحيتين. الناحية الأولى أنه إنما يوفق بين نصين، أما وقد ذكرنا آنفا أن أثر جابر موقوف ليس في حكم المرفوع، فحين ذاك نحن في حل من أن نوفق بينه وبين الحديث المرفوع. والشيء الثاني أن نون التأكيد المشددة المقرونة بالنهي لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوب شيء يمنع من ذاك التأويل ويحملنا على أن نجزم على أن هذا الحديث تضمن حكما جديدا على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعا، وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت السرة إلى الركبة. فقوله لا يصلين أحدكم نهي عن الصلاة، وهذا يؤكد بطلان الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يضطرنا إلى أن نوفق بينه وبينه بوجه من توفيق من وجوه التوفيق الكثيرة، وهي كثيرة معروفة عند الفقهاء. ما شاء الله عندك كلمة. بالنسبة للنهي عن صلاة في المسجد الذي فيه قبر، هل ذلك يشمل أيضا النهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟ ولا أجشت صلاة لا تصلى أي صلاة في مسجد فيه قبر، لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. بعضهم علل النهي بالركوع والسجود، يعني قال صلاة الجنازة لا سجود فيها، فبالتالي النهي عن الصلاة في المسجد في قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت المقبور مثلا، فقال حيث انتفت العلة فانتفي الحكم. هل هذا صحيح؟ ما هي العلة؟ السجود، إيهام السجود لصاحب القبر. أين هذه العلة جاءت؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ما هي العلة؟ السجود، إيهام السجود لصاحب القبر. أين هذه العلة جاءت؟ هذه علة عقلية وليست نقلية، ولذلك لا يجوز أن يبنى عليها حكم شرعي يخالف النصوص العامة. في حديث ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال، لأن هناك أخ يرفع يده. انتهيت أنت من هذا السؤال؟ أنت حول هذا السؤال؟